السلام عليكم. بعدا كنشكر السي حسان وكنشكر صوت العداله على هذا التواصل معايا. انا عندي واحد المشكل اليوم بغيت نعالجه معكم. انا عادي نعاود من شاب مدينه سليمان ذوي احتياجات خاصه، عندي اعاقه بصريه. المشكل اليوم عندي حسن اللي يعرفوا الساكنه وحتى المسؤولين ديال مدينه سليمان، انني اليوم تفاجات بالامس انني ما استفدتش من التغطيه الصحيه ديال امو، التغطيه اللي ذكرنا دابا صاحب جلالي السنه، واللي هذه افتتاح الدوره الخريفيه ديال البرلمان اكد ان تم هذه السنه يكون الدعم المباشر للطبقات الهشه منهم ذوي الاحتياجات الخاصه والناس اصلا اللي كان عندهم رماد، لان اللي كان عندهم رماد ديجا كنسمي العائلات او من الفئات الهشه اللي كتعيش واحد الهشاشه كبيره. انا تفاجات يعني انا اصلا قبل هذه تقريبا سنه انا كنت خديت مشيت لاسينيسيس خديت لافيجي اللي ديال عندي يعني عندي امو بدون اشتراك، كجاني ميساج عادي في التليفون ديالي ان السي عادي العود انك الان بدون اشتراك انك في امو مشيت خديت لافيجي اللي بجا كنت كنمشي للطبيب بحكم المرض ديالي ديال عيني كنمشي للرباط. بالامس اتفاجئ في الاداره في المحاقه الاداريه والمؤسسه التابعه لسي سليمان انني تسرق الرقم المؤشر باش نعرفوا ان ساك خرج واحد الرقم المؤشر. اذا مشاهدي صوت العداله مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه سي سليمان. تلقينا اتصال هاتفي من هذا الشاب اللي من ذوي احتياجات خاصه اللي وقع له واحد المشكل وطلع الدم لانه ما استفدش من امو خاصه بعد المؤشر اللي قلق بان المؤشر واصل لاكثر من 10 وبحكم ان الوضعيه ديالو صعبه وانه ما كيتوفر حتى شي حاجه اللي كتثبت بانه عنده العشرة في المؤشر. كنعرفوا ان المؤشر ديال امو بين 9 و 9.2. باش نعرفوا التفاصيل حول الموضوع اليوم معنا هذا الشاب اللي غادي يقرب المشاهدين حول الوضعيه ديالو. السي عادل السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا السي حسن. شنو المشكل ديالك اخويا؟ هو المشكل ديالي اخي حسن انا البارح بالامس تفاجات في المحاقه الاداريه باش نعرف المؤشر ديالي ديال الاستفاده من التغطيه الصحيه والدعم المباشر اللي كان هذا بصاحب الجلاله بخصوص افتتاح الدوره العاديه ديال المجلس ديال البرلمان. باش كيمشي كنلقى ان عندي الرقم ديالي 10.2 هو المعدل اللي دارته الدوله ودارته الحكومه ديال 9.32، هذا هو اللي كيخليك تدوز التغطيه الصحيه ودوز الدعم المباشر. المشكل اللي اتفاجا به هو ان التغطيه الصحيه كانت عندي انا في شهر 11 اللي داز كان جاني ميساج عادي في الهاتف ديالي ان السي عادل العود انك الان دخلت في امو تضامن لا سينيسيس بدون اشتراك بحكم كانت عندي راميد فالاب بحكم انني مداوي احتياجات خاصه. انت كتعرف حسن عندي اعاقه بصريه مشيت بها قلت يمكن نمشي بها للطبيب. اليوم انا كنتفاجئ ان المؤشر طالع 10.2 وهذا لا يعقل ان جميع المسائل انا لا املك حتى شي حاجه لا الظروف اللي كتخليني نطلع عند المعدل، هذا هو اللي تفاجئت به. شنو هي المعايير اللي اعتمد واخا شنو هما المعايير اللي اعتمدوا عليها وخاصة لا اعرف لان المعايير ما يمكن يكون معايير فاش سجلت انا من اول مسجلين في هذا الملف. كان عندي يعني واحد الامال اننا كندخلوا للتغطيه الصحيه وكندعم المباشر اللي حدو صاحب الجلاله بصفته امير المؤمنين وكان دعا في الخطاب ديالو للعائلات الهشه والمعاقين. كيفاش حنا كذوي الاحتياجات الخاصه اللي هو مرض الحمد لله وهذا كتاب كتبنا الله ولكن مع ايمان ديالنا بالله عز وجل عادي ابتلاء، ولكن كتشوف انا رسائل صاحب الجلاله كينادي بهاد العائلات الهشه وذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين وصدق التهميش ديالي والاقصاء ديالي من هذا الملف. هذا هو الاشكال كان عندي. دابا المشكل كان عندي هاد امو دابا كان فالاب كل 6 اشهر، دابا فاش طلعت 10 لا سين طلعت 10.2 هي تم اقصاء ديالي، يعني غير باش ندير نمشي للمستشفى على عيني باش ندير الكونترول ديالي على عيني ونشوف المواعيد تخلص. دابا نرجعوا للتفاصيل. كنعرفوا بان امو كيعتمدوا على الاعوان السلطه، واش بالنسبه لاعوان السلطه وشهاد العون السلطه اللي مثلا ربما عطاها المعلومات عليك انت؟ لا 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 اعتقد ان اعوان السلطه وما حسب المعلومات اللي وصلتها اليوم. دابا كنقول هو سيستم من الرباط واحد السيستم، ولكن المعلومات من جهه السيستم هذا؟ لا حسن دينا بالمعلومات. انا في الاول فهمتي السيستم بديت بالمعلومات، انا لا ما عنديش منزل ما عنديش ملكيه. ربما كذبوا المعلومات اللي عندك. لا اعرف ما يمكنش لان عرفوا حتى شافوا حتى الاعاقه ديالي يمكن ما عنديش ميك ما عنديش حتى الامور العاديه حتى مهنه ما كاينش. انت كتعرف كل شيء حتى شي مهنه اللي انك كتعيش بها والدخل ديالك يومي ما عندكش بزاف الامور. ما عنديش حتى العداد الكهرباء الماء ولا كنادي ما عنديش لابولمو ما عنديش لابولمو ما كاينش عنديش لابولمو ما عندي لابولمو حتى الهاتف راه كتشوف عندي التليفون عادي جدا. ما يمكنش هاد الامور كامله اللي كتسمح قانونيا هاد لي كريتير هاد المعايير كتسمح تدخل في هاد السيستم وتحيدها. هذا هو الاشكال اللي وقع. هو دابا الان كنتي دابا المشكل اللي انا اللي صدمني انا كنت داخل في امو من الاوائل اللي دخلت الامو درت امو بلا ما مشيت للمقاطعه اللي درت المرحله الثالثه خديتها في المرحله الاولى قبل ما كاع نسجل في اغلبيه هاد الروجيست ناسيونال ديال لابوبيلاسيون. هذا هو الاشكال. انت تتفاجئ انك تقربتي حيت صاحب الجلاله قال ما تم هذه السنه سيتم الدعم المباشر للعائلات. فوقاش جاك الميساج انت؟ ديال امو. ديال امو. انت قلت لك جاني في شهر 11 العام اللي فات.
وشكون اللي خلاك ساكت دابا؟ لا يعني كان عندي كان مؤشر عندي. مؤشر لا مؤشر خرج ما يمكنش نعرفوا المؤشر تنقيط عاد ملي كيخرج التنقيط باش خرج التنقيط عاد انا بتبع الشو مشيت للملحقه الاداريه الثانيه باش السيد عطيت لاكار عطاتني المؤشر 10.2 طالع بزاف علاش؟ ما فهمش انا كنعيش بوحدي لان ما مزوج ما هذا كاين الاب ديالي في الله يرحمه الوالده مشينا ما يمكنش هاد المعايير كامله كيتوفروا عليا وانا يتسمى انني اخصائي ديالي هذا غير مفهوم يعني كون ما كانش عندي ما كانش جا لو ديكليك ولا الصدمه انك كان عندي كان عندنا واحد الامل لان سيدنا يضمن الكرامه للمواطنين والطبقات الفقيره وسيرتو الطبقات ديال ذوي احتياجات وذوي احتياجات الخاصه والمعاقين بيدنا اننا نتفاجأ بهذا الشيء ان شكون المسؤول يعني تواصلنا مع المسؤولين ما عرفنا شكون المسؤول على هذا الان كل ما نتواصل إليه بالمسؤولين كيقول هذا السيستم كيتخدم بواحد السيستم في النظم المعلوماتيه كيمشي بواحد المعادلات علميه ولكن وقع خطا لان الخطا اللي وقع خص انا نشوف كنحاول ندير رساله ورساله كنديرها واخا اللحظه من الشيء المؤشر ديال المطالع ما تيقش انا واش معايا عليا انا حتى شو معايا راه ما يمكنش انا 10.9 انا حتى 9.9 ما خصهاش تكون عندي ما عدا كاين الناس ما بغيتش تدخل في هذا الديتاي ولكن الناس عندهم 8.9 وعندهم انا ما ندخلش في التفاصيل واخا شنو الاجراء اللي درتي ديك الساعه انت ماشي هذا الاجراء ما عندك ما دير مشيتي للقسم شؤون الاجتماعيه قسم شؤون الاجتماعيه تواصلوا معنا استقبلونا فهمونا لي ديتاي المسؤولين ديال المسؤولين على العام وعلى اقليم سيستيما شرحوا لنا الاجراءات يعني ما نكروش هذا الشيء هذا بالترحاب ديالهم بالتفاهم عطاونا الوقت الكافي اجراءات يشرحوا لنا يعني خص بزاف الحاجه يعني خص المسؤولين خص السلطه هنا على راس السيد العام يوصل له هاد لا فيديو ان شاء الله بصفته هو ممثل صاحب الجلاله ولا لا اظن انا صاحب واخا كان الامل ديالك كبير بانك تستافد الامر اليوم كتفاجئ بان هذا الامر ماشي كيسيون انك كانت عندك وتحيد بصفت كانك ذوي احتياجات خاصه لان قانونيا كدوز اوتوماتيك كانت راميد فالابل حتى 2025 هادشي كامل اللي الناس ما عندهمش اذا قلت لك امو كاين ما كانش عنده راميد جامي ما عمره ما دارها ومشى لقى المقاطعه ولا القياده في العالم القروي ودار اجراءات انا هاد الاجراءات ديال امو ما درتهاش اوتوماتيك جاني الميساج مشيت لاسنيسي خديت لافيش بيه تعاملت هذا الشيء باش كنت درت العمليه المشكل عيني والمشكل الخطير اللي وقع لي هذا هو اللي خلى ان كنت مريض وعندك اعاقه كنت في الاخر تسحب من بهذه الطريقه الغير مفهومه والغير منطقيه والغير العقلانيه اليوم هو انت كمنبر اعلامي وكمنبر اعلامي محترق حنا كنقول لك كامور عاديه في المرحله الاولى صيفطوا مسؤول على السلطه الاقليميه والسلطه المحليه السيد العامي وانا لا اعتقد جازما انا صاحب جلاله صيفطوا رئيس الدوله امين عندما كيثيق في شخص الثقه المولويه كيعيش الشخص في المكان المناسب الشخص المناسب في المكان المناسب عندي الثقه في السيد العامي وفي الاطر في الاطر الموظفين ديال العمل الاقليمي اللي تعاملوا معنا مزيانه بالامس لليوم كنتمناو هذا الاجراء خصو يتحل لان كاين حلول كاين شي حلول يتواصلوا مع الجهات المسؤوله على هذا النظام هذا باش يتفك هذا المشكل لان الا بقى هذا المشكل غنوصلوا شي حاجه اللي ما تفهمش لان جميع اليوم انت شاب ذوي احتياجات خاصه اليوم تعرفوا ان مصاريف العمليه كتكون صعيبه وكتكون عندها مصاريف وتكاليف العلاج خاصه ان هذا الورش الكبير اللي عطى صاحب الجلاله اللي هو ديال امو اليوم انت كشاب منطقه سي سيمان واش بنت بانك محقور ولا شنو؟ لا كتحس واحد انك واحد بلاد ديال الكرامه وبلاد ديال ان سيدنا كيحترم المواطنين المغاربه سواء ذوي الاحتياجات الخاصه كتحس بواحد واحد الكرامه ديالك كطيح بواحد الحقره لانك في امور عاديه وابارسا انك كتحمل جميع الوثائق وجميع الشروط القانونيه اللي كتطلبها وزاره الداخليه وجميع المؤسسات اللي مكلفه بهذا الملف وانا كتسمى سهميش كتسمى اقصاء الظرف الوطنيه ديالنا وانت تعرفون بحكم شاب ما بغض النظر على هذه ديال التغطيه الصحيه اننا شاب ما عندنا حتى شي عمل ما كاينش الظروف ديال العمل ما كاينش ديال الشغال ما عندك حتى بطاقه الانعاش اللي في مجلس البلديه عمرنا ما توصلنا بها وعندنا كوطا محقنا حنا كمواطنين وكشباب وعندنا مؤهلات باش انا كمعاق كنطلبوا ولا كنسعاو شي واحد محقنا نشتغلوا محقنا التوظيف عندنا مستوى جميل حاصل على البكالوريا عندنا المؤهلات وعندنا الامكانيات فلماذا يتم الاستعمال معادي وانت تعرف انني جامي انا وقفت شي وقفه ولا درت شي حاجه هادشي ماشي خوفا عاد حبا وايمانا بالاستقرار استقرار هذا البلد والجهات المسؤوله ديال الاقليم سيستيمان ولكن الى مدى ما نزيد اضافه الى ذلك انني لم استفد الى حدود الساعه عمري ما شفت مشاريع ديال التنميه البشريه اللي هنا في اقليم سيستيمان وانت تعرف الاصدقاء اللي كيعرفوني عن قبل اي مسؤول اللي كما كان الصفه ديال المسؤوليه نفسي سيستيمان عمري ما استفدت وعمري ما درت شي وقفه ما عاد خلي ما ندخل في تفاصيل كذا الواقع عمري لان هادشي يعني قالوا طفح الكلب وبلغ السيل الزوبه واخا كيفاش يعني كدبر الامور ديالك اليوميه؟ باش تدبرها وانا ما نافق باش تدبرها واش انت انسان ما عندكش الشغل ما الدخل اليومي ما عندك تعيش واحد الظروف ما ندخلش في تفاصيل الظروف صعيبه كتعيش بوحدك
بعمر فاش كنت مرات ما كنتش انا حيت هاد العين ما كنتش بها اصل العين اللي 100 هادي دابا فاش درنا 1.5 نزيدك انا خدينا الاعاقه ان من بروفيسور الرباط من مستشفى الجامعي ديال ابن سينا جبنا لهنايا الكوميتي بروفانسيال ديال الديليغاسيون ديال السلطه ديال الصحه استناو ان خدينا الاعاقه ديالنا وخدينا وظروف صحيه قاهره ظروف معيشيه قاهره وكتجي انك مهمش من جميع النواحي حتى هذه اللي قلنا عندنا امل في الله عز وجل امل في سيدنا وبالخطابات ديالو انه مواكب على هذا الملف ديال التغذيه الصحيه هذه سنتين واكب عليها شخصيا وكتجي الى اخر دقيقه 90 وانك مقسم كل شيء مقسم التشغيل من التشغيل اللي ما كاين لا يفتحوا لنا غير كونكور ما كدوش هاي بطاقه انعاش اصاحبي واش محقق واش نوصل انا كمستوى جامعي ما نتوفرش على بطاقه التشغيل ما ندخلش كل اللي عنده ولا ما عندوش ما ندخلش التفاصيل ولكن عيب وعار واش نوصلوا شي مرحله اخرى هذه اللي مشينا المرحله الاولى قلنا كناديو السيد العامل وسيدتو الاقليم وسيدتو رئيس السلطه المسؤولين ديال العماله يشوفوا معنا الاجراء اللي ما كانش نمشيو للمرحله الثانيه المرحله الثالثه ساخضع على القاعده اللي تعلمناها في الجامعه في مدرسه الجامعه ما ضاع حق وراءه مطالب والحق ينتزع ولا يعطى هذه قاعده نطبقها وكيف الى حدود الساعه بحكم تتصل بك وجيتي بسرعه تتصل بك 24 ساعه ممكن تواصلوا مع الاعلاميين معاكم دابا كنوصلوا رساله للمسؤولين على السيد رئيس العامل المحترم اللي معروف السمعه ديالو الطيبه يحاول يشوف لنا هذا الملف وتتشغل يعني راه والله العلي العظيم كافة يعني كافة شنو واش ندعيو انا شوف انا موقد واقولها مستعد كنقولها مستعد 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 انني ندير اعتصام بوحدي دستوريا نخضع الاليه الدستوريه بتفتي معاق ونديرها هنايا وندعي حتى الاضراب عن الطعام ولكن هادشي ما يداش دابا غنمشيو للمساطر الاولى نمشيو للمؤسسات ديال الاقليم سي سليمان الا ما سمعش النداء غنمشيو للمؤسسات العليا في البلاد الا ما مشيتش غنمشيو للاليه الدستوريه باش نفعلوا لان الشيخ علي حسن بزاف يعني وصلوا السائل للزوبة وصل بلغ السائل للزوبة الى متى يعني حتى اللاج ديالنا بعض المرات والله حتى الدواء غير كناخذو من جهه الدواء هنا في المندوبيه غير متوفر كنشوف غير متوفر كزولامون وانا لاطونسيل ما استعملش الدواء ديال لاطونسيل عيني راه عيني مشكله دابا كتصور 1.5 هي باقي عندك واحد النزال انت شحال مره حسن انت كتعيط لي ما كنشوفكش ماشي حتى حنا مواطنين حتى حنا عندنا الاهليه حبنا لهذا الوطن حبنا للملك هذا البلاد وقناعه المؤسسه البلاد ولكن ماشي الصمت ديالنا والسكوت ديالنا هو خوف او شيء من هذا القبيل هو غير احترام المؤسسه ما بغيت ولكن فاش نوصلوا لمرحله سنطالب بحقوقنا باي طريقه بجميع الوسائل وهذا كيخولك الدستور هذه عاليه دستوريه نستعملها ولكن ما نستعملهاش دابا انت كاعلام كمنابر محترم تواصلوا معنا هذا النداء انا على ادنى يتواصل المسؤولين للمسؤولين السلطه المحليه للمسؤولين الجهات الاجهزه انا تواصل مع احترامتي درنا حل المجلس البلدي تو يوصلوا ميساج انا المجلس البلدي ولا الرئيس مع ماشي شي متماس للسيد العامل لا ودا شوف راه كيعرفوا كل شيء اصاحبي انا ولا شي متماس متماس كيعرفوا العالم اللي كنت في العماله انا اليوم كنت في العماله عمرو استاذ ما شي حاجه تغطي صحيح انا قلت كنقول الناس العماله استقبلوا باستقبال جيد احترمونا تعاملنا حتى المجلس البلدي السلطه المنتخبه حتى كندوا هذه الرساله مع احترامتي لكم احترامتي للعمل ديالكم حتى حنا كان هذه البطاقات الانعاش نوصلوا انا كمستوى جامعي حسن على البكالوريا غنولي كنطلب بطاقات الانعاش راه عيب وعار وما نستحقهاش وبطاقات الانعاش اقول ماشي نجلس القهوه عندي نخدم نخدم في اي مكان ولكن لا نمشيو حتى الدرجه هذا 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 صراحه سبه في الوطن في المؤسسات وهذا الضرب المسار اللي غادي يبين صاحب جديد التنميه ديال هذه البلاد وتتطور هذا المغرب ونوصلوا حنا 2023 المقبل على 2024 نعيشوا هذا التهميش وهذا الاقصاء يعني هذا الاقصاء الممنهج انا في الحقيقه نسميه الان الى حدود الساعه ممنهج الى ان يدار معايا حل ان شاء الله وذلك ما نتمنى والحمد لله كنعرفوا ان السيد العام الاقليم الباب ديالو مفتوح وانه رجل تواصل وكنتمنى باش ياخذ بيدك خاصة انت كشاب حاصل على البكالوريا وعندك مؤهلات اللي تاهلك باش انت تدخل لفرص الشغل وانت تكون عندك العيش كريم كما جا به